هاني وهبي 63 سنة، أب لثلاثة وجد لاثنين. خبرتي 30 سنة هندسة ما بين بترول وهيئات سياسية ومدير قطاع هندسي. شغفي الحقيقي بناء الشخصيات والتنمية البشرية. هشارككم تجربتي الشخصية وحديكم نصايح من الآخر. بنتكلم على التحفيز، وخاصة التحفيز الذاتي اللي هو جاي من جوه. عايزين نتكلم على خطوات عملية للتحفيز الذاتي. واحد، خلي عندك هدف في حياتك، اعرف انت عاوز ايه، والهدف ده يكون مستاهل انك تتعب عشان تحققه، عشان لما تحققه تنبسط وتحس ان هو كان مستاهل التعب. مثلا عايز اتعلم لغة، عايز اتعلم كمبيوتر، عايز اعمل ماجستير، والهدف ده هيخليك تتحرك لقدام. تاني نقطة، خد خطوة ناحية الهدف. طبعا ما تفضلش بقى في مكانك، خد خطوة ولو صغيرة. نمرة ثلاثة، اوعى تخاف من الفشل. كلنا بنفشل، كلنا بنجرب، كلنا بنخفق. مفيش حاجة اسمها كمال، مفيش حاجة اسمها بيرفكت. كلنا عندنا اخطاء، وكلنا بنعمل حاجات مش صح قوي او مش كاملة قوي. رابع حاجة، ما تهربش من مواجهة المشاكل. ابتديت ماجستير، ابتديت لغة، اكتشفت ان هي صعبة قوي، ماجستيرك مش ماشي، خطوبتك ما كملتش، ماشي، ما تهربش، واجه وحل مشكلتك.